قول لي بقى الاغاني يعني عيونك دي وويويو كنا مسمينها وويويو بالمناسبه عشان هي اشهر تيمه فيها صح اشهر تيمه كان زمان وويويو دي بقى لما تشتغل في البلكونات حاجه بقى ايه ولا في العربيه ولا في المصيف. قول لي احساس الاغاني دلوقتي او احساس تاثيرها عند الشباب واللي هم بقوا خلاص دلوقتي شعرهم ابيض لا والله بتقابلهم بيقولوا لك ايه عارف يا عمرو كل جيل ليه مفرداته وليه حلوله يعني اي جيل هيجي على مصر ما احنا جينا برضو جينا في جيل برضو كان قبلنا غيرنا احنا خالص يعني كان الناس اللي قبلنا او الفنانين الكبار اللي قبلنا العظماء يعني كانوا مختلفين عننا يعني فاحنا هي مش مشكله خالص المشكله لازم تكون رايتنا وثقافتنا وعينينا على الذوق الرفيع الله تعمل بقى شعبي مهرجانات تعمل فيها جنون اهم حاجه تكون ده جواك وانت بتفن الذوق العام اهم حاجه ثقافة مصرية احنا الريادة لا يتصادم مع قيم المجتمع بس واعمل ياكو شهادة الشلب مفوش لدعوة لشرب ايه ولا مش لا. عارف ايه لا ولا لا لا تصرفات ولا كلام غريب علينا وافكار غريبة علينا النهاردة رأيك في الكلام يا عمرو في حاجة انت نسيها اي فن بيسوق يعني بيسوق شعوب لما لو عايز تعرف شعب عنده ثقافة وعنده فكر بص لفنه صح لو فن هابط يبقى ده الذوق العام عايز كده عايز مراجعة لو فن فيه يعني تخبيط عايز برضه مراجعه يعني لازم ان الفن اللي بدوره ان هو يرتقي برضه بالذوق العام طبعا مش بس يعبر عن ذوق موجود ولكن يرتقي بالذوق العام في حاجه يا عمرو انا ممكن ارقصك وهشتكك واعمل لك كل حاجه بشياكه مظبوط كنا نرقص وانت بتغني ونغني ومبسوطين وبنسقف والواحد انا قصدي ايه اهم حاجه ما نكونش نطلعش عن اطار في رحله في خط ماشيين عليه ما نحاولش عنه ابدا صحيح في شعوب كده عشان كده فنكم جميل الحمد لله يعني شوف ما شاء الله اغاني من التسعينات او اواخر الثمانينات لغايه صح. النهارده بنتكلم في 40 سنه تقريبا حاجه جميله تقريبا حاجه و30 سنه كبرنا عمرو لا 30 سنه خليهم 30 سنه خليهم 30 سنه لا عادي كبير القدر والمقام على فكره في حاجه الكبر والصغر انا بس بهرج يعني الكبر اي حد بيكبر اكيد واي حد بيعيش واي حد بيعيش طبعا طبعا